السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام والأزهري والأزهر النموذجي، أهلا وسهلا بحضراتكم ويونت جديد يونت 10. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على يونت 10، وفي يونت 10 هنتكلم على زمن The Past Perfect Simple Tense. يونت 10 الوحدة العشرة. النهاردة في الوحدة العشرة بنتكلم على The Past Perfect Simple Tense. Past Perfect Simple Tense اللي هو زمن الماضي التام البسيط. ايه هو زمن الماضي التام البسيط؟ اللي حضر لي قبل كده وانا بشرح التنسز الازمنة، دايما بعلم حضرتك ان كل زمن من ازمنة اللغة الانجليزية عشان تعرف تتعامل معاه بتعرف تكوينه من اسمه. الفورم بتاعك اللي هو تكوين الزمن هتعرفه من اسم الزمن. طب الزمن دوت اسمه past perfect، الكلمة اللي هتشير لان ده past هي كلمة had، واي زمن perfect اي زمن تام يجب ان يوجد به past participle تصريف ثالث للفعل. يبقى الزمن بتاعنا بيتكون من had والتصريف الثالث للفعل. انا عندي ده شكل الزمن وهو في حالة الاكتف. اكتف يعني في حالة المعلوم، يعني في جملة تبدأ بفاعل. اما اذا الجملة بدأت بالمفعول فدي كده جملة باسيف. باسيف يعني جملة مجهولة، جملة مجهولة الفاعل. جملة تبدأ بالمفعول يأتي بعدها هاد ثم بين ثم الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. طيب واحدة واحدة، يعني ايه الكلام ده؟ الاول من اسمه يعني ايه ماضي تام؟ يا مستر هاني حضرتك علمتني وعودتني وعرفتني لما جيت شرحت لي زمان الماضي البسيط، قلت لي الماضي البسيط يعبر عن حدث تم وانتهى في وقت محدد في الماضي. يبقى انت كنت بتقول لي حاجة حصلت وانتهت في الماضي ده يبقى زمن ماضي بسيط. بس استنى، انت وقعت منك كلمة ما قلتهاش بعد الجملة اللي انا قلتها. انا قلت في زمن ايه؟ في وقت ايه؟ في وقت محدد. يعني لما يكون في وقت محدد حدث تم وانتهى في الماضي ده يبقى زمن ماضي بسيط. حلو قوي، عشان الماضي البسيط مهم جدا معانا النهاردة. واحنا بنتكلم على زمن الماضي التام البسيط بنقول لحضرتك بقى ان ده ماضي برضو. ما هو ماضي يعني تم. طب يبقى جبته ليه؟ لانه ماضي تام، يعني ماضي تم قبل ماضي اخر. ولذلك فزمن الماضي التام البسيط يعبر عن حدث تم وانتهى قبل حدث ماضي اخر. يعني انا عندي كذا حدث كلهم تموا في الماضي، اول حدث فيهم يبقى ماضي تام بسيط، وما تالاه من ازمنة فهي ازمنة في الماضي البسيط. ازاي الكلام ده؟ تعال يا ابني وركز معايا. بص الجملة الجميلة الرائعة دي اللي بتقول when I went to school، حينما ذهبت إلى المدرسة، I found وجدت that I had forgotten my homework. ايه اللي انا قلته ده؟ ركز يا ابني كده معايا قوي في الجملة دي. انا عندي رابط الجملة دي مين؟ when. بقول لحضرتك when I went to school. when I went to school. went ده اول زمن انا استخدمته هنا، ده زمن ايه حبيبي؟ ماضي بسيط. وبعدين استخدمت ايه هنا تاني؟ بقول لحضرتك I found. found وجدت. لقيت كلمة found وجدت ده برضو زمن ايه؟ ماضي بسيط. وجدت ان انا had forgotten، ان انا نسيت my homework الواجب بتاعي. الجملة دي فيها كم زمن؟ ده زمن ماضي تام. الجملة دي فيها تلات ازمنة، زمن ماضي بسيط وزمن ماضي بسيط وزمن ماضي تام. اي هذه الازمنه الثلاثه تم اولا؟ ايه اللي حصل الاول؟
بتقول لي يا مستر الماضي التام. عرفت منين؟ حضرتك لسه قايل لي الماضي التام هو الزمن الذي تم قبل ازمنه اخرى في الماضي، يبقى الماضي التام ده هو اللي حصل الاول. فانا بقول لحضرتك انا نسيت الواجب بتاعي في البيت قبل ما اروح المدرسه، وما عرفتش غير لما رحت المدرسه. فبقول لك لما رحت المدرسه اكتشفت ان انا كنت نسيت واجبي في البيت. وعشان كده شايفين وين دي؟ وين في التركيبه دي من التركيبات الروابط الكلمات الداله الكي ووردز التنس ماركرز المشيره لهذا الزمن اللي هو زمن الماضي التام البسيط. انا عندي هنا استخدمت هاد باست بارتيسيبل، هاد تصريف ثالث للفعل، ده كده زمن ها الماضي التام البسيط المعلوم. طيب بقول لحضرتك ان وين هنا جبت معاها مين؟ جبت معاها ذات، وجبت قبلها زمانين في الماضي البسيط وبعدها زمن الماضي التام. وده يا مستر يعتبر فورم احفظه ممكن يجي لي زيه في الامتحان؟ اه طبعا، وبالفعل موجود في نماذج كتير من الامتحانات اللي بنحطها للطلبة واللي موجودة في كتير من الكتب. طيب يا مستر كده انا عرفت دلوقتي الزمن بتاعي اللي بتكلم عليه النهاردة اسمه زمن الماضي التام البسيط، عرفت شكله في المعلوم، عرفت شكله في المجهول، وعرفت ان انا بستخدمه حينما اجد اكتر من حدث كلهم تموا في الماضي، فاقدمهم هو الماضي التام الذي تم قبل الازمنة الماضية الاخرى. طب عظيم. طب بص يا ابني كده وركز معايا، بقول لحضرتك كل زمن من أزمنة اللغة الإنجليزية عشان أقدر أميزه لازم بيكون لي keywords كلمات دالة، أو بعض الكتب بتقول عليها tense markers علامات لهذا الزمن. إيه هي العلامات التي تشير لزمن الماضي التام البسيط؟ زمن الماضي التام البسيط ليه مجموعة كبيرة جدا من الكيوردز الكلمات الدالة، وبتميز كلماته الدالة أن هذه الكلمات في الأغلب الغالب هي كلمات روابط زمنية. ليه؟ مش أنا لسه قايل لحضرتك أن زمن الماضي التام البسيط أنا بستخدمه علشان أحدد علاقته بزمن ماضي آخر أو أزمنة ماضي أخرى، فعشان كده محتاج لروابط زمنية. وعشان كده أقول لحضرتك أن الكيوردز بتاعتنا اللي هنتكلم عليها دلوقتي، ودي أهم ما في درسنا اليوم، الكيوردز الكلمات الدالة عليه اتنين بالاي واتنين بالبي ومعاهم كلمة وين. الاتنين اللي بالاي حبيبي اللي هما after و as soon as. الاتنين اللي هيبتدوا بالبي before و by the time. طيب انا دلوقتي يا مستر عرفت الكي ووردز بتاعتي اهي، افتر هيجي وراها يا مستر هاني؟ اقول لحضرتك افتر واز سون از هيجي وراهم ماضي تام بسيط، وبعد الماضي التام البسيط هيجي يعني فاعل هاد تصريف ثالث، وبعدين يجي ماضي بسيط. طب الاثنين اللي يبتدوا بحرف البي عكس الاثنين اللي يبتدوا بحرف الاي، يعني يا مستر يعني هيجي الماضي البسيط الاول وبعدين جمله الماضي التام البسيط. معايا يا ابني؟ طب يا مستر هاني وين هتيجي معاها ايه؟ اقول لحضرتك وين ينفع يجي معاها اي زمن من الزمانين، اولا الماضي التام البسيط اولا او الماضي البسيط اولا. طب انا اعرف في الحالة دي مع وين انهي حاجة حصلت الأول ازاي؟ قلت لك، ما أنا قلت لك القاعدة الأصيلة عندنا النهاردة إن الحدث الذي تم أولاً هو زمن الماضي التام البسيط. طيب يا مستر، يبقى أنا دلوقتي أفتر ويأسن آز هيجي وراها جملة كاملة، والجملة الكاملة هتكون في زمن الماضي التام البسيط. يعني أقول لحضرتك أفتر أي هاد فينيشد، بعدما أنهيت my work عملي I went home ذهبت إلى منزلي. الحدث الأول أهو يا مستر هاني هات فينيش، والحدث الثاني وينت ذهب، ودي أفتر التي نظمت العلاقة بين الزمنين. ولكن ابني الغالي أقول لحضرتك إن أفتر أنا في الجملة اللي فوق دي استخدمت أفتر هنا كإيه يا مستر؟ كرابط زمني، هذا كونكتور،
as a conjunction. طب انا دلوقتي ممكن استخدم after as a preposition، ممكن استخدم after كحرف جر. after ساعتها لو هستخدمها كحرف جر ينفع اقول لحضرتك ان انا ينفع اقول مكانها immediately on. after او immediately on ينفع ساعتها اجيب وراها مصدر مضاف اليه ing وبعد كده او اسم وبعدين جملة الماضي البسيط. ازاي يعني؟ بص يا ابني وركز معايا في الجملة دي. انا قلت لك ايه؟ after I had finished my work. ينفع اقولها بقى لو انا هتعامل مع after كحرف جر، after finishing my work، بعدما انهيت عملي ها ايه اللي حصل؟ I went home، ذهبت لمنزلي. فهمت يا ابني ايه اللي حصل؟ انا اتعاملت معاها دلوقتي ازاي حضرتك؟ اتعاملت هنا مع افتر از ها كرابط، لكن اتعاملت مع افتر في الجمله الثانيه كايه يا مستر؟ كايه يا حبايبي؟ كحرف جر. ماشي يا ابني الغالي؟ طيب عظيم. يبقى انا قلت لحضرتك ان افتر وانميتلي اون، وكمان ينفع احط قبل افتر اقول لك شورتلي افتر. في الحالات التلاتة دي انا بتعامل معها كحرف جر. نفس اللي قلته على افتر ينفع اقوله على بيفور مع عكس الجملة. يعني يا مستر هاني؟ يعني هقول بيفور واقوم جايب وراها المصدر المضاف الي اي ان جي او الاسم وبعدين جملة الماضي التام البسيط. احبابي مع الجزء الثاني النهارده واحنا بنتكلم على زمن الماضي التام البسيط. زمن الماضي التام البسيط قلت لحضرتك ان في مجموعه من الكيوردز من التنس ماركرز، وخدنا دلوقتي في وخدنا دلوقتي في الجزء الاول اللي هم اتنين بالاي، اللي هم اتنين بيبتدوا بحرف الاي اللي هم افتر واز سون از، واتنين بيبتدوا بحرف البي اللي هم بيفور باي ذا تايم، وقلنا وين وين تنفع كرابط مع اي حاجه من الاثنين. طيب يا مستر، وحضرتك دلوقتي في اول الفيديو كنت قلت لي ان انا ممكن استخدم وين واجيب وراها اتنين زمن ماضي بسيط وبعد كده ذات وبعد كده ماضي تام. في حاجات تانية ينفع استخدم فيها كونكتورز ادخل فيها زمن الماضي التام البسيط؟ اه في. زي ايه يا مستر؟ اقول لحضرتك احفظ بقى وركز معايا. no sooner than hardly when scarcely when barely when. دول يا حبايبي بيجي وراهم ايه؟ ياتي بعدهم had ثم الفاعل ثم التصريف الثالث. يعني كأن الجملة في صيغة استفهامية ولكن في آخر الجملة عادي خالص بتبقى فول ستوب، ويأتي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط. مثال بسرعة عشان تقدر تفهم أكتر، أقول لحضرتك no sooner had I finished my work، بمجرد ما خلصت شغلي no sooner هجيب النص الثاني ايه؟ than I went home. نفس الكلام ده ينفع اشيل no sooner واقوم حاطط barely، والنص الثاني بدل than هقوم كاتب مين؟ هقوم كاتب مين؟ ايوه هقوم كاتب when. برافو عليك اللي مركز معايا. طيب يا مستر، هل ينفع ان يجي في الاول الجملة فاعل وبعد كده اكمل الكلام ده؟ اه ينفع عادي خالص. ازاي يعني يا مستر هاني؟ اقول لحضرتك ان انا ينفع اجيب الفاعل وبعدين had وبعدين no sooner ثم التصريف الثالث ثم than وبعد كده جملة الماضي البسيط. فهمني يا ابني؟ يعني زي برضه يا مستر اديني المثال كده عشان افهم اكتر. اقول لك حاضر، بقول لك I had
No, sooner. Finished. My work. ها than. ويبقى ما بعد than كما هو. I went home. يبقى أنت عندك no sooner. بص هنا مكانها فين؟ وزان اهي. وفوق في الجملة اللي فاتت اهي ادي نو سونر في البداية وريتك نو سونر في الاول ونو سونر في نص الجملة. طيب يا مستر ده كده اللي بنقوله لحضرتك لو هنتعامل مع نو سونر او هاردلي او سكيرلي او سكيرسلي او بيرلي. طيب يا مستر في روابط تاني؟ اه يا ابن حبيبي في حاجة مهمة جدا بقى. وللأسف بتيجي كتير في الامتحان وللأسف كتير جدا من المدرسين ما بيتكلموش عليها. وكتير جدا من الكتب كمان مش كاتباها اللي هي مين؟ It was only when it wasn't until. ايوه غنيها كده معايا ها. It was only when it wasn't until. اقول لك يا ابني اللي انا قلته على افتر before ينفع يتقال على دول، يعني دول يأتي بعدهم جملة ماضي، جملة ماضي تام، يعني مش هينفع استخدمهم كحرف جر. وبعديهم يعني ايه يا مستر؟ يعني فاعل هات تصريف ثالث. وبعديها تيجي جملة ماضي بسيط. يعني ايه برضو يا مستر؟ يعني اقول لحضرتك it was only when I had finished my work, comma, I went home. طيب يا مستر يبقى أنا دلوقتي عرفت أهم الأشكال والكلمات الدالة والحاجات اللي خاصة بزمن الماضي التام البسيط. الجزء الأخير بقى في الوحدة بتاعتنا النهاردة بنتكلم على زمن تاني اسمه زمن الماضي التام المستمر. يبقى أنا في الجزء الأول اتكلمت على زمن الماضي التام البسيط، دلوقتي بقى هتكلم على زمن الماضي التام المستمر. زي ما عودتك وقلت لك في بداية الفيديو من اسمه هعرف اكتب تكوينه ازاي؟ لان انا في الانجليزي مش بتعامل معاه كماده حفظ بس، كماده فهم. ودايما وابدا اقول ان ماده اللغه الانجليزيه اسهل ماده في المرحله الثانويه. ازاي؟ تعال نشوف. يعني ايه ماضي تام ومستمر؟ ماضي يبقى هكتب هات، تام انا عايز تصريف ثالث يبقى هكتب بين. واي زمن مستمر قلت لك قبل كده لازم تلاقي فيه اي ان جي، يبقى مصدر اي ان جي. الله ده الموضوع سهل خالص اهو يا مستر. يعني هاد بين مصدر اي ان جي، ده انا كده كتبت الايه؟ التكوين بتاع الزمن، الفورم بتاعه. طب ده حاجه جميله قوي، ده زمن الماضي التام المستمر حفظت شكله كده بمنتهى السهوله. طب زمن الماضي التام المستمر استخدمه امتى ده؟ أقول لك لو عملت حاجة لفترة طويلة وبعدين حصل وراها الماضي البسيط والفترة دي أنت محددها معاك كلمة زي كلمة فور، بتساعدها في الحالة دي بتستخدم زمن ماضي تام مستمر. إزاي يعني يا مستر الكلام ده؟ أقول لك تلاقي كلمة مثلا زي كلمة فور وجاية معاها زي إيه؟ ما تيجوا نشوف. I had been waiting. أنا فضلت قاعد مستني for two hours لمدة ساعتين until my wife had until my wife finished حتى انتهت زوجتي. يبقى أنا بقول لحضرتك إيه اللي حصل؟ أنا استخدمت had been waiting for ورحت جايب فيها زمن الإيه حبايبي؟ آه زمن الماضي التام المستمر. زمن الماضي التام المستمر يعبر عن حدث استمر لفترة في الماضي قبل أن يتم ويحدث بعده حدث آخر، أو until my wife arrived وصلت
التعبير ده هيبقى ادق. انا فضلت منتظر لمده ساعتين لحد ما مراتي جت. انا بقول لحضرتك ايه اللي حصل هنا بقى، انا استخدمت الماضي التام المستمر، وينفع في نفس الجمله دي استخدم زمن ماضي تام بسيط، ولكن مع وجود فور يفضل استخدام زمن الماضي التام المستمر. اقول لك حاجه جميله بقى، كيف يتم التمييز ما بين زمن الماضي التام البسيط وزمن الماضي التام المستمر؟ زمن الماضي التام المستمر لا ياتي مع الافعال الداله على الحب، الكراهيه، افعال الشعور والحواس والادراك، كلمه ريلايز، كلمه لاف، كلمه اقول دايما اقول لاولادي، بيجي بييجوا بتوع شنط الهدايا ناس منهم ما بيعرفوش انجليزي، وتبص تلاقي واحد فيهم جاي على شنطه الهدايا وكاتب عليها لافينج، نقول له ده خطا فادح، الافعال الداله على الحواس والشعور والادراك لا يتم اضافه اي ان جي ليها، ولذلك في هذه الازمنه لا تستخدم، هذه الازمنه المستمره لا تستخدم مثل هذه الافعال. ما ينفعش استخدم الفعل سميل يشم، سي يرى، هير يسمع، تاتش يلمس، تاست يتذوق، سميل يشم، وغيره من الافعال، ريلايز يدرك، لاف يحب، هيت يكره، كل هذه الافعال، اون يمتلك، بوسيس يمتلك، بيلونج تو يخص، كل هذه الافعال وغيرها من الافعال، ريمبر، ريمايند، كل دوت موجود في الملزمة المرفقة مع الفيديو. كل الحاجات دي كلها ما ينفعش اضيف لها يا حبايبي الاي ان جي، ولذلك حتى لو لقيت فور يا مستر ولقيت فعل من دول اسيبه واروح امسك في زمن الماضي التام البسيط اللي هو الهدو والتصريف الثالث، اقول لك اه يا حبيبي ما انا قلت لك ما تعملش زي بتاع شنطه الهدايا الخيبان اللي بيكتب كلمه لافينج على شنط الهدايا بتاعته، ده ما بيعرفش انجليزي، لكن انت واخد الانجليزي هنا في القناه وواخده صح. وبكده بنكون نوهنا لحضرتك باهم ما يخص يونت 10 الوحده العشره اللي بتتكلم على زمنين مهمين في اللغه الانجليزيه، زمن الماضي التام البسيط، زمن مهم جدا بنتكلم عليه السنه دي وهنحتاجه ان شاء الله السنه الجايه لو ربنا ادانا عمر، وبنتكلمنا كمان عن زمن الماضي التام المستمر اللي هو يعتبر جزء من زمن الماضي التام البسيط، الزمن الاشمل والاكبر. سعدت بوجودي معاكم، اتمنى اشوفكم في فيديوهات تاني عن قريب، وان شاء الله تكون فيديوهات قيمه بفضل مشاركاتكم وبفضل وجودكم معنا ان شاء الله. السلام عليكم.